أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة هنرصد لكم خلالها عدد من الأخبار في عدد من المحافظات المختلفة. تقدروا تتابعونا وتتابعوا كل الأخبار الحصرية أول بأول ولحظة بلحظة على موقعكم أهلمصرنيوز.com. المئات يشيعون جثمان شهيد هجوم بئر العبد الإرهابي في مسقط رأسه بالدقهلية. شيع المئات من أهالي مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية جنازة الشهيد عريف مجند محمود محمد عبد الحميد، والذي استشهد أمس الثلاثاء في الهجوم الإرهابي بمدينة بئر العبد بشمال سيناء. خرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، وحمل الجثمان أهالي المدينة ملفوفا بعلم مصر، وردد المشاركون في الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب وداعمين للجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي. المئات يشيعون جثمان شهيد هجوم بئر العبد الإرهابي بمسقط رأسه بالغربية. الحزن يسيطر على أهالي سوهاج بعد استشهاد أحد أبنائها في هجوم بئر العبد الإرهابي. العثور على جثة دون رأس وقدمين يرجح أنها لشادي غريق شاطئ النخيل في الأسكندرية. وبعد العثور على الجثة، أسرة شادي تناشد محافظ الأسكندرية بإجراء تحليل الدي إن إيه. إحالة مسؤولي الحملات الميكانيكية بمركز مدينة تلا بالمنوفية للتحقيق للتلاعب في سجلات صرف الوقود. وفاة عامل وإصابة آخر في انهيار مئذنة مسجد جنوب بورسعيد. انتهت نشرتنا الإخبارية النهاردة، رصدنا لكم فيها عدد من الأخبار المختلفة في عدد من المحافظات. تقدروا تتابعونا وتشوفوا الأخبار الحصرية أول بأول ولحظة بلحظة على موقعكم أهلمصرنيوز.com. تابعونا.